بالنسبة للكورتيكوستيرويز، الكورتيكوستيرويز أيضا يستخدم بالتريتمنت أوف أكيوت جاوت بالأشخاص اللي ما فادهم الستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، ولا اللي فادهم الكولتشيسين أو عندهم كونترا إنديكيشن معينة. الكورتيكوستيرويز ممكن نستخدمه اي ام، ممكن نستخدمه اي في، وممكن نستخدمه انترا ارتيكولر بالجوينت، اذا خاصه اذا الافكتد يكون سنجل جوينت. ممكن نستخدم الميثلبرنيزولون 80 ملي جرام فور لارج جوينت سيتش از ني، او نستخدمه 40 ملي جرام بالسمول جوينتس مثل الفينجرز، او نستخدم الكيناكورت اللي هو ترامبسينولون 40 ملي جرام ايضا. ممكن نستخدم الأورال بريدنيزولون 30 ميلي جرام ديلي فور 5 دايز، has been shown to be equally efficacious like indomethacin. Interleukin 1 inhibitors like anakinra شافوا إنه يقلل البين ويقلل الأكيوت أتاك، ننطي 100 ميلي جرام subcutaneously for 3 days. هذا الكورس مالته راح يكون. بالنسبة لل treatment of chronic gout، ال chronic gout طبعا راح نبدي إذا كان ال patients عنده more than one or two attack acute attack of within 12 months of the first attack، لازم نسوي prescription prophylactic urate lowering therapy. The aim of a prophylactic gout treatment is to maintain the serum urate level below 300 micromol per liter. المنيجن نشوف الكلاسيفيكيشن فور بروفيلاكتيك ايجنتس، عندنا اليوريكوستاتيك ايجنتس مثل الالوبيورينول والفيبيوستات. هنا يوريكوستاتيك اي راح تحافظ على الليفل مال اليوريك اسيد بالبلاد وذ النورمال رينج. اليوريكوستاتيك ايجنت هاي البنزو برومالرون، وعندنا البروبينيسايد والسالفين بايرازون، هذول راح يزود انكريز بالاكسكريشن اوف يوريك اسيد. اليوريكوليتيك ايجنتس الراسبيوريكاز البوليايثيلين جلايكول يوريكاز، هذا راح يحولنا اليوريك اسيد تو مور سولوبل فورم اللي هو الالانتوين، اند اكسكريشن اوف ذا يوريك اسيد. الفيرست لاين طبعا دائما نبدي بالالوبيورينول، هو كفيرست لاين راح نبدي ويا 100 ملي جرام، ونبدي نزيد كل اسبوع الى اسبوعين until reach the maximum dose اللي هو 900 ملي جرام per day. هاي في حالة عند البيشنس normal renal function. Adjust dose according to patient's renal function and aim to reduce urate level is less than 300 micromol per liter. Second line طبعا إذا ما نقدر نستخدم الالوبيورينول، إما نتيجة hypersensitivity، إما نتيجة إنه patients not improved after the use of الالوبيورينول، ممكن نحاول second line. وحسب طبعا second line يعتمد على renal function. Renal function إذا كانت normal نستخدم الفيبيوستات or sulfine pyrazone، وإذا كانت abnormal ممكن الفيبيوستات or بنزوبرامارون. بالنسبة لليوريكوستاتيك ايجنتس مثل ما قلنا اللي هي الالوبيورينول والفيبيوستات، طبعا هم راح يشتغلون على الزانثين اوكسيديز انزيم اللي هو يحول لنا الزانثين الى هايبوكزانثين، وبالتالي راح يمنع لنا البرودكشن اوف يوريك اسيد. agents in this group قلنا الالوبيورينول والفيبيوستات. الالوبيورينول ممكن يسوينا قلنا hypersensitivity reaction، وممكن in 2% راح يطلع عندنا severe toxic effect اللي هو ممكن يكون يؤدي الى renal failure and death. لازم ننتبه على الدراجز اللي ياخذها البيشنت، خاصة بالبيشنت اللي عندهم مثلا كيدني ترانسبلانت او ياخذون اميون سبريسنت لايك ازافايوبرين او ميركابتوبيورين، باعتبار انه الازافايوبرين والميركابتوبيورين يصير لهم ميتابوليزم بالزانثين اوكسيديز، واحنا دا نسوي له انهيبيشن، فنتيجة الانهيبيشن اللي دا نسوي اللي هي راح يصير انكريز بالليفل اوف ذيس تو ميديكيشنز وانكريز التوكسيسيتي مالتهم. فاما نحول الالوبيورينول نستخدم انذر دراجز، او نقلل الدوز مال الميركابتوبيورين بيرين الازاثايوبرين للربع حتى نتجنب التوكسيسيتي مالتهم. بالنسبة للفيبيوستات راح نبدي الدوز مالته طبعا 80 ميلي جرام، ونبدي نسوي مونيتورينج للسيرام يوريك اسيد، اذا بقى ورا اسبوعين الى اربع اسابيع اكثر من 357 مايكرومول بير لتر لازم نزيد الجرعة، راح نزيد الجرعة الى 120 ميلي جرام once daily.
ما يحتاج دوز ادجستمنت بالمايلد تو مودريت رينال امبيرمنت. طبعا الفيبيوستات should not be given in patient with ischemic heart disease or congestive heart failure لانه عنده cardiovascular side effects. طبعا نفس المشكله نواجهها ويا الميركابتوبيورين ازافايبرين باعتبار ايضا فيبيوستات واصلا دا يشتغل على الزانثين اوكسيديز. بالنسبة لليوريكوسوريك ايجنتس، الايجنتس اللي هم يزيدون لي الاكسكريشن اوف يوريك اسيد باي انهيبيتينج بوست سيكريتوري تيوبولار ابزوربشن اوف ذا يوريك اسيد فروم ذا فلتر يوريت ان ذا كيدني. عندنا اكزامبل عليها البنز برومارون، لكن البنز برومارون مشكله عنده انه عنده هيباتوتوكسيسيتي، لهذا انسحب من اليونايتد كينغدوم. عندنا ايضا ال indicated هو indicated ك second line if there is يعني problem with the use of allopurinol. These agents should be avoided in patients with urate nephropathy or those with developing renal stones، لأن أيضا هو باعتباره أنه increase the excretion مال uric acid، so there is a risk of precipitation of urate stones، uric acid stones. لازم ننصح ال patients أنه يأخذ fluid بكثرة حتى نسوي dilution. وايضا ممكن نستخدم الفوارات اللي هي alkalization of the urine should be considered to prevent urate precipitation. اليوريكولايتيك drugs مثل عندنا الراسبيوريكاز، هذه convert uric acid to more soluble compounds مثل عندنا الالونتوين through the action of the enzyme urate oxidase uricase، يعني هو اصلا يعتبر recombinant form of the uricase. الالونتوين هو more soluble than uric acid and readily excreted by the kidney. نستخدمه طبعا mainly بالpatients اللي هم يستخدمون الكيموثيرابي خاصة باللوكيميا، البيشنت اللي عندهم acute lymphocytic leukemia باعتبار انه cell turnover راح يكون كلش سريع بهذه الحالة، فراح ينتج يعني uric acid بكميات كبيرة وبالتالي راح يؤدي الى الى tumor lysis syndrome. فاحنا هذا نفضل نعطي الراسبيوريكاز. راح نعطيه طبعا IV at a dose of 0.2 milligram per kg in short courses اللي هي نعطيه فقط 5 الى 7 ايام. ما يحتاج dosage adjustment in patients with renal or hepatic impairment، لكن عنده side effects مثل ممكن يؤدي الى fever, nausea, vomiting, rash وهكذا. بالنسبة للبوليأثيلين غليكول هو عنده reduce the risk of patients developing autoantibodies and lengthens the half-life of the drug. ممكن أيضا associated with severe infusion reaction، لهذا كلش اليوز مالته limited وأصلا ما عاد يستخدموه بالفترة هذه. طبعا إذا patients خلال الكرونيك يعني use of drugs for prevention of gout and hyperuricemia صار عنده flare أو acute attack يبقى يستخدم التريتمنت such as مثلا يبقى يستخدم الالوبيورينول، ويبدي أيضا يستخدم كولتشيسين إذا هو خلال الـ use of drugs for chronic gout. نطي low doses كولتشيسين 50 microgram orally twice daily should be prescribed ويبقى continued for at least 6 months، أو ممكن أيضا
نستخدم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز فور 6 ويكس.